هناك اجتماع عند الصخرة الكبيرة في منتصف النهار. الحاضر يعلم الغائب. سيقام احتفال كبير عند الصخرة الكبيرة في منتصف النهار. الحاضر يعلم الغائب. عليكم إحضار آلاتكم الموسيقية من أجل الاحتفال الكبير الذي سيقام في منتصف النهار. جميل. وأنت أيتها الضفادع، تهيئي لإقامة الحفل الموسيقي في منتصف النهار عند الصخرة الكبيرة. سنضرب اليوم إذن. أيتها الفيلة، لا تنسوا الحفل الذي سيقام ظهرا على شرف سيمبا وبيمبو. حفل شيء ظريف. أصغوا إلي، سيقام حفل كبير يا أصدقائي عند منتصف النهار. هل سمعتم بالحفل الموسيقي الكبير الذي سيقام احتفالا بسيمبا وبيمبو؟ لم يبقى الكثير من الوقت، هيا اسرعوا، المكان عند الصخرة الكبيرة، الجميع مدعوون هناك، لا تنسوا. تعال نسرع. الاجتماع سيبدأ عند الساعة 10:30، الجميع مدعوون إليه، يرجى حضور كل واحد مع آلته الموسيقية. ماذا هناك؟ سيقام حفل موسيقي كبير بعد قليل. ما مناسبة هذا الحفل المفاجئ؟ تقررت إقامته بمناسبة حصول كل من سيمبا وبيمبو على وسام. رائع. هاي إكسل، استيقظ. هيا ماذا؟ اسمح، ويمكنكم المشاركة بالعزف إذا كنتم تجيدون العزف على إحدى الآلات الموسيقية. هيا نتهيأ. لا داعي لذلك. تعالي، نحن ممرضات. يعني هناك شيء أهم. علينا تجهيز صندوق الإسعافات الأولية وأخذه معنا. أخشى أن يحتاجنا هناك أحد ما. لكن أخاف أن يتشائم الحضور منا. إكسل، دعني، أنا أعرف الطريق، إنه من هنا. أرجو أن يقدموا لنا شيئا يؤكل، إنني جائع. ما بالكما نائمان؟ أنت؟ ما الذي جرى لنا؟ لا أدري. أسرعا وإلا ستتأخران. هيا. الإسعافات الأولية. لكن ليس بيننا من يحتاج إلى علاج. أليست الحيطة مطلوبة يا سيدي؟ معك حق. لو سمحت اذهبي وأحضري مكبر الصوت من الغراب. حالا. هل تعرفون أين هو الغراب؟ لا أعرف أين هو. ترى أين ذهب؟ تذكرت أين أجده. شكرا. هدوء، أرجو من الجميع الهدوء والإنصات. هدوء. كم هو ثقيل. يكفي،
اسمعوني جيدا. الله، هو كبير الصوت. سكوت. سأتولى الأمر أنا. ابقوا هادئين لنبدأ الاحتفال. أي احتفال؟ ليس هناك أي طعام نأكله. لا تفكر إلا بالطعام. معه حق، جسمه الضخم يتطلب ذلك. اهدأ قليلا. كونوا مستعدين. معذرة، أريد أن أطلب منك معروفا، هل تسمح؟ تفضل. أحب كثيرا قيادة الفرقة، فتكرم علي بذلك. أرح نفسك وعزف على الكمان فقط. سأريح نفسي بقيادة الأوركسترا. لقد حان موعد بدء العزف التمهيدي بقيادة الجندب البارع. العزف ليس على ما يرام، سنعيد من البداية. ثلاثة، أربعة. هل أنت متأكد أن الجميع يحضرون الاحتفال بسيمبا؟ نعم، بيمبو أيضاً، الاحتفال أقيم خصيصاً لهما. إنها الفرصة المواتية. ماذا؟ أقصد صحيح. هيا استعن بالقردة للقبض عليهما فوراً. فوراً يا سيدي. بسرعة. حاضر. الحمد لله، سنأكل الآن. إنك لن تغير عادتك أبداً يا بالو. أحسنتم، شكراً لكم، كنتم رائعين. شكراً يا عدنا. متى سيحضرون الطعام؟ اهدأ، سنكمل الآن. دور الكورس بعد قليل وليس الآن. لم نكن نعرف أنك تجيد الغناء بهذا الشكل. نعم، اعتقدنا أنك لا تجيد سوى اللعب بالكرة. هل يمكنك أن تغني لنا أيضا؟ نعم. لا 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 لا. أرى أن ينضم إلى الكورس ويشاركه بصوته الجميل. فعلا صوته يشبه صوتي. وهل نسيتم صوتي أنا؟ اقترب موعد قدوم سيمبا وبيمبو، فاستعدوا لاستقبالهما. أنا جاهزة. وأنا وأنا أيضا. تعال
لدينا أين نخرج للقائهم؟ حسناً هيا. انظروا من هناك. هاي، يريد شريخان أن تقبضوا على سيمبا وصديقه بيمبو، وهكذا سنخرب الاحتفال. نعم. هيا هيا بنا. سننجح. يمكنك البدء. حسنا. انتباه لو سمحتم، انتباه. باسم الحضور أرحب بسيمبا وبيمبو. هذا جميل فعلا. لا 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 لا. أخيرا وصلنا. تعال إلى هناك، تعال. متى بدأوا؟ منذ قليل فقط. تعال. الحال رائع. لا أعتقد. كل هذا من أجلكم. والآن إلى الفقرة التالية من احتفالنا. ستشاهدون في هذا الحفل الكثير من المفاجآت. استعداد. اكسل هيا. أهلاً.
هاربور، أرحب بك أجمل ترحيب. لقد شرفتنا. وأنا أشكركم جداً على دعوتكم لي. لن أخذ من وقتك، وسأتركك لتستمتع بالحفل الموسيقي هذا. وداعاً. أعرف أنه لا يمكن الاعتماد عليهم. سيدي، القردة لم تطع أوامرك. يجرؤون على عصيان أوامري. أنا شريخان، يا لكم من جبناء، سأذهب وأرى بنفسي. سألقنهم درسا لنا سوء. سأبدأ أولا بسيمبا وبيمبا. حقا؟ أنا هنا يا أحمق. أكاد لا أصدق عيني. انظروا إلى بينه، ما زال حيا. لقد تعبت وجعت أكثر من الأول. ستظل جائعا كل عمرك. Yeah.
ما رأيك؟ ألم تستمتع بالحفلة؟ طبعاً. وهل هذا بحاجة إلى سؤال؟ انظرا إلى أعلى، لم أستطع الرقص معكم. إنني أمزح. قمت بعمل رائع. نعم، خلصتنا من شريخان، أليس كذلك؟ شكراً جزيلاً لك. هذا واجبي. لو لم أوقف شريخان بالوقت المناسب لعطل عليكم متعتكم. فعلاً. لقنته درساً لن ينساه إلى الأبد. أما أنتما فعليكما الحذر الدائم من الأشرار. نعدك بذلك. يكون غنائي جميلاً في الحفل مع الكورس يا عزائي. صوت الكناري هو من أجمل الأصوات التي خلقها الله. إذن قلها بصراحة إنك طربت لي يا أربور. الظلام سيحل قريبا، لذلك احذروا من شريخان وأعوانه. سنظل حذرين دائما. ممتاز. والآن اذهبوا إلى مساكنكم ولا تتأخروا. هذا ما سنفعله تماما. تصبحوا على خير يا أربور. هكذا انتهى الحفل الكبير لسيمبا وبيمبو، وعاد الجميع إلى مساكنهم، والسعادة تملأ قلوبهم بعد أن كاد شريخان أن يفسدها. ترى ماذا ينتظر سيمبا وبيمبو من مفاجآت ومغامرات؟ هذا ما تخبئه لنا الحلقة القادمة. إلى اللقاء.